الهدف المعلن في هذا اللقاء هو المؤتمر الإقليمي ديال الحزب من أجل يعني تجديد الهياكل ديال الحزب بجميع الهياكل اللي هي الكتابة الإقليمية والفروع وكذلك المنظمات الموازية للحزب اللي غادي إن شاء الله حتى هي نهيكلوها وإن شاء الله باش الحزب ينطلق من جديد في هذا الربع من المملكة لأنه في حقيقة الحزب كان عنده واحد يعني حضور قوي في الماضي لكن للأسف الشديد كان واحد نوع ديال الركود واليوم جينا باش نحيو هذا الحزب في هذه المنطقة إن شاء الله راه من خلال المناقشة مع الرفاق والمناضلين والمناضلات غادي إن شاء الله باش نخططوا ونسطروا واحد البرنامج أفقي مستقبلي باش إن شاء الله تكون هاد المقاطعة مرسى السلطان إن شاء الله الحزب يبرز فيها إن شاء الله ويشوف الانتظارات ديال المواطنين المشاكل ديالهم الهموم ديالهم هذا هو الهدف ديالنا إن شاء الله في هذا اللقاء.